السلام عليكم اخواني متابعي قناه موبي شوب تيك. اليوم غادي نشوفوا هذه الكاويه ان شاء الله. هي كاويه كويك 236. صراحه جربتها، كاويه رائعه جدا وتستحق الشراء. الثمن ديالها تقريبا 95 دولار، يعني ثمن مناسب بعد معاناة كثيرة مع الكاويات العادية التي توجد في الأسواق المغربية. طلبت الكاوية هذه بس بصراحة كاوية رائعة جدا وتستحق الشراء، ويعني فرق كبير ما بينها وبين الكاويات الأخرى، رغم أن ثمنها يعني 95 دولار، يعني ثمن بالمقارنة غالي لكن تستحق الشراء. تقريبا درجة الحرارة يمكن 3 دقائق كافية جدا لتشغيلها. وأتمنى أن تتابعوني في قناة موبي شوب تيك، وإن شاء الله دائما مفيدين. وشكرا جزيلا إخواني الأعزاء، ومرحبا بكم في سراتكم وتساهلاتكم، وتابعونا.